حضرتك العلوال دي هوصل له ازاي؟ واحد واحد قول يا حضرتك ممكن تستقرا لي العلوال دي؟ ايه البلد اللي محدش فيها بيرد على حد دي؟ المنصورة اتنين صوفيا صوفيا القشطة طمر عندي الشفة صوفيا صوفيا طمر عندي الشفة اشرب اديني واحد من ده وحد ابوه صوفيا ايه صوفيا صوفيا مين؟ بقول لك تشرب صوفيا اشرب من ده وخلاص ما هو يطلع زي ما يطلع عناية سونيا جميلة جميلة قوي حد شوية بقى فوق البيع فوق البيع ايه يا اخينا واحنا فاتحين سبيل طب يا اخويا ما تزقش قول لي واحد والدك العلوال ده اروح له ازاي امشي كده ولا امشي كده تمشي له كده ولا كده يا اخينا ده انت مشوارك بعيد قوي ده في المعصرة واروح ال 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 المسحرة دي اروحها ازاي يا اخي اطلع من نفوخ انا مش فضيلك اول مرة تنزل مصر ايه اول مرة تنزل مصر ايوه انا اول مرة انزل مصر لا انا ما قلتلكش ما قلتليش ايه مش انا امي ماتت الباقيه في حياتك حياتك الباقيه فايكم مشكور ما نجلكش في حاجه وحشه وتعبت نفسك وجيت لهم ما نعم انقهرت عليه هي اللي كانت فضلاني من الدنيا لا ليا لا اخ ولا اخت ولا اب ولا كفه شيء كانت حطاني في نن عينها من جوه وانت اصلك من ايه انا من خربتها ايه من خربتها في بلد اسمها خربتها ايوه في بلد اسمها خربتها امال انا هضحك عليك ما تاخذنيش اصلا انا معرفهاش ولا الحكومة حتى تعرف ولا احنا عايزين نعرف حد ولا عايزين حد يعرف خد استقرالي بقى قريبك اللي في الورقة دي قريبي قريبي ده ايه ده خالي لذا قلت بقى ابدا مامي ماتت اجيله عشان يشغلني هو بيشتغل ايه ده بيطلع في العلالي قوي مهم بقى الا مهم من غيره العمارة ما تتبنيش هو اللي بيطلع بيه انما انت قاعد هنا ليه مستني حاجه مستني العربيه اللي هتاخدني طب انا اوصل لخالي دي ازاي شوف انت تركب الاول لحد باب اللوق باب ايه باب اللوق باب ايه حته اسمها باب اللوق ايوه الاتوبيسات اللي هناك دي اللي هناك دي هي اسال اي واحد فين الاتوبيس اللي بيروح باب اللوق تنزل تركب قطر حلوان وتقول له نزلني المحصار نزلني فين المسعار تنزل المسحرة أيوة. المسحرة ايوه تسأل اي واحد يقابلك وتديله الورقة دي هيدلك على طول على الشارع اللي ساكن فيه خالي تشكر اوي يا حضري العفو تشكر اوي يا سي حضرتك اسمك ايه ما يهمش تشكر اوي يا سي ما يهمش ما يهمش ما يهمش ازاي اسمك ما يهمش لا محسوبك الدسوقي ابو عجلة ابو عجلة وانا اقول شفتك فين شفتك فين باين اني سالتك ابو عجلي تشكر قوي يا اخينا مع السلامه يا بلدينا يا اخينا واخد في وشك يعني وماشي مش تدفع ثمن السوبيا لا مؤاخذه يا حضرت الكلام اصله خدنا مع الاستاذ خد يا سيدي خد اهدى قرش تعريف قرش تعريف دي الكوبايه تمن 10 ساغ 10 ساغ ليه شويه الميه البيضاء دول 10 ساغ اه خد ايه ثلاثه تعريف اهم حلو قوي كده كويس فتحش وسطك محدش يدفع اكتر من ثلاثه تعريف امر لله انهي قنبيل اللي بيروح باب ال باب ال باب ايه باب باب ايه ده كان لسه على طرطوفه لسانه دلوقتي باب ايه يا برطوشي باب ايه باب الوزير هم الوزراء بقى لهم ابواب امال باب ايه بس باب ايه هو باب حاجه ما تتاكلش تتشرب ولا بتشرب امال باب ايه باب ما تقول لي انت اللي باب اللي عندكم وانا اقول لك باب زويله باب البحر باب اللوق ايوه ايوه هي باب اللوق دي عليك نور طب يا اخي قول كده من الصبح وانا كنت عارف ولا قلتش اتفضل روح اركب الاتوبيس اللي هناك ده لا انا هستنى واحد فاضي بقى بالطريقه دي مش هتركب ولا هتوصل يلا يا اخينا الشعبك يلا يلا بينا يلا بينا ايه رايح فين رايح باب ال باب باب ايه يا برطوشي باب ايه حوش هنداوي هنداوي
انت يا هنداوي. ايه ايه قوم افتح الباب يا راجل بيخبط. ما يخبط واحنا مالنا؟ احنا مالنا؟ احنا مالنا ازاي؟ ده بابنا يا راجل. يا ولية الهام يا ولية، مين حاجة نفسها زي دي؟ الهام قوم يا راجل افتح دهدي. طيب طيب انكتمي باي. مين؟ خالي بالحضن يا خال. مين؟ حسنين. ايوه حسنين بشحمه ولحمه. اتفضل يا حسنين اتفضل. مساء الخير يا مرات خالي. مساء الخير. ازيك؟ اهلا يا حسنين، بركة انك طيب. اتفضل معايا يا حسنين. انا هقعد هنا. لا اتفضل معايا هناك. انا مستريح كده يا خال. تعال يا راجل هناك تعالي. اهدي فر. فر ايه؟ دول عيالي. كل دول عيالك؟ ايوه. ربنا ياخدك يا خال عشان تستريح من مصاريفهم. ده انت غلبان. قوم يلا في الزهوق، قوم من هنا، انا هنام هنا. اوعى تسيب البطانيه كده وانت غيتني. خش جنب اخواتك جوه. اهلا يا حسنين، ازيك كده؟ الحمد لله يا خال، ده انا اتبهدلت بهدله لغايه ما وصلت لحد هنا. ايه؟ اي والله. وازاي امك كده؟ امي؟ مش انا امي ماتت يا خال؟ ايه؟ ايوه، بقيت يتيم الاب والام يا خال. يا حول الله يا ربي. تعيش تعيش يا مرات خال، ما تلكيش في حاجه وحشه. بقيت يتيم الاب والام. طب مش كنت بعتلي؟ ما انا اتلهيت على عيني، بس الحمد لله العمده قام بالواجب وزياده، كتر خيره. ما بقاش ليا حد ابدا في الدنيا، ما بقاش ليا غيرك انت وخالي يا مرات خالي. طب بقول لك ايه؟ ايه؟ تعالى اقعد هنا. انا هنام هنا. داني بنام هنا. ما تنام انت على الكنب وانا انام هنا يا خال. يا جدع ما يصحش، قوم تعالى معايا هناك. ده انت عليك تحكمات. فاطمه. ايه؟ بقول لك ايه؟ قومي حضري لي لقمه اتعشى بيها. لا وتوعد اهدي، احنا ناقصين. ايه؟ ما يصحش. انا واقع من الجوع، واقع من الجوع يا مرات خالي. من صباحية ربنا لحد دلوقتي على كوباية سوني. سوني؟ ايوه بتاع بيضة كده. هاتلي جنب الأكل اللي هتجيبيه بحلي بصل. بقيت يتيم يا خال. معلش معلش، استهدى بالله، بكرة تنسي. أنسى إزاي وأنا جعان كده؟ دلوقتي تاكل وتشبع. أديني قاعد أما أشوف. شد حيلك يا ولد. ايه؟ ما بتاكلش فول ولا ايه؟ فول ايه يابا؟ شد على الله، ده احنا فينا الصحة تهد جبال، انت فاكر نفسك ليه؟ قوم جامد قيمتك، قوم. معلش يا راس العاد، معلش، الواد جديد لسه. مونة الناس يا بوي، ما الحرام ولا ايه؟ ايه طول بالك. نطولوا على الاخر. لا طول بالك شغلة. طول بالك يا ريس، احنا اللي يعجبك قوي، ما يهمكش اي حاجه. قلت لك قوم. قوم يا فجري. خد بايدك خد. قوم يا غشيم. أهياني. جراه يا جدع، مزجت حسب الله هي ولا ايه؟ ما احناش عارفين ننام. مزجت حسب الله. المزجت حسب الله ايه؟ كاك حش وسطك يا مرات خالي. اهو انت مش كفايه جاي تاكل معانا اكلينا وتشاركنا في منامنا، هتوقع علينا كمان. يا ولية يا عيني يا ولية. اسكت انت، انا مش ناقصاك. من فلاحتك قوي يا اخويا جايب لنا شحط يشاركنا في الاوضه. ايه يا راجل انت ما صدقت. حلو هو صحيح، هو ما صدق. حلو قوي ما صدق دي، انا فهمت انت عايز ايه. قوم يا خالكك حش وسطك انت راخ. قوم يا باغر. ما تشد حيلك امال يا حسنين. شد على الله يا خالي، بس القصعه دي تقيله قوي، ما عندكوش حاجه شيلها خفي من المسلح دي؟ عايز تشيل ايه يا امال؟ بلوزي بلوزي. حلوه يا خالي، حلوه منك قوي. بلوزي. ايه يا جدع انت واقف عم ترغي وتضحك ليه؟ معلش يا ريسني. ايه؟ اعمل لك همه وروح شوف شغلك يا جرونجي. حاضر.
حضر يا ريسني. شيل يا عم، شيل يا عم. هات يا خال. ايوه شيل. شيل يا عم. يلا شيل. يا نهار ازرق. ايه اللي حببته دي؟ معلش يا خال، ما هي المونه طهري. طهري ايه؟ ايوه طهري، تقويه وتجمده. ما هديه في تيمين مسلح تخليه زي البغل، بدل ما عامز الحمار كده ده حمار. هتقول ايه يا قلت؟ طيب مخصوم لك يومين. هو انا كنت لحقت اشتغل عشان تخصموا لي؟ هشتغل عنه تاني؟ اخرس يا علي اخرس. خرست يا خالي خرست. اخرس يا علي وعبي يا جروانجي. اجري. حاضر. طب ده في تنيتك وانت زي البغل كده.